بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا ويا مرحبا فيكم مع حلقة جديدة من برنامج يا هلا بالضيف. حلقة اليوم طبعا من محافظة إربد وتحديدا من منطقة بني كنانة، راح نزور فيها مدينة أم قيس، راح نشوف كل الآثار الموجودة في داخل هاي المدينة الأثرية الجميلة والرائعة والمميزة، وراح نزور منطقة الرفيد ومنطقة عزريت عشان نتعرف على هاي المناطق ونتعرف على التنوع البيئي اللي موجود فيها والتنوع الزراعي والتنوع البيئي والاجتماعي الموجود في هاي المنطقة. ضلكم معنا. يا هلا ويا مرحبا فيكم مرة ثانية. طبعا يعني أثناء وجودك في أم قيس مش معناته فقط الآثار، مش معناته بدي بس أجي أتفرج على المدرج أو جاي بدي أتفرج على المعبد أو بدي. أم قيس يعني منطقة جميلة جدا، منطقة بيئية، منطقة مليئة بالأشجار، فصل الربيع فيها كل أنواع الزهور، منطقة استراتيجية من شيء لا يصدق في موقعها الاستراتيجي. والشيء الإضافي اللي موجود في داخل أم قيس وجود الشركة الأردنية لإحياء التراث، هاي الشركة العظيمة اللي بتقدم خدمات مميزة جدا، ويسعدني أن نلتقي مع السيد محمود لناندا مدير المشروع. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك ويا هلا بالضيف، على رأيك دكتور. الله يسلمك يا مرحبا بك. يعني سيد محمود، الواحد أثناء تجواله ويقرأ الشركة الأردنية ويسمع بنفق مائي وأطول نفق مائي موجود على مستوى المنطقة، يمتد من سوريا يمر في الأردن إلى فلسطين، حتى في قرى جانبية موجودة عندنا مثل إيدون ومثل الحصن وهكذا. يعني حدثني أكثر يا سيدي. هو النفق المائي هذا كمعروف كأطول نفق مائي على مستوى العالم، يعني نعم، ما فيش نفق مائي بالحجم هذا مكتشف لغاية الآن. نعم، هو النفق الآن راح نفوته إن شاء الله بمعيتكم، مؤهل منه 426 متر. نعم، أهلت وزارة الآثار العامة مشكورة، واحنا بنعمل على تشغيله. نعم، فوت الزوار عليه يعني بنرافقهم، وتم تأهيله من قبل دائرة الآثار بشكل يعني راعوا فيه السلامة العامة. نعم، وإشي يعني فاخر. الآن راح تشوف كيف النفق من أجمل ما يكون. طبعا نعم، الآن درجة الحرارة 36 عندنا احنا واقفين. نعم، جوا نفق توصل 17. يا سلام، يعني فايتين على فريزر احنا. نعم، يعني الله بده يعني الله بحبنا وبالشتاء بده يهربنا من الشوبات يعني. والشتاء دافي، عرفت كيف؟ طبعا اللي بديره الشركة الأردنية لإحياء التراث هي إحدى شركات صندوق الملك عبد الله. نعم، الله يطول عمره. الله يطول عمره. الشركة بتشغل متقاعدين عسكريين. ممتاز. معظم كوادرها بكل المملكة، كل مشاريعنا كلهم متقاعدين عسكريين. أصحاب الخبرة في المغامرات. نعم، أصحاب الخبرة في. واكتسبنا بحمد الله بفضل. خلينا نحكي ناحية الأمن. طبعا هاي أمور منتهية. نعم، لو صار لا سمح الله يشغل عملية الإنقاذ. صحيح، ممتاز. وطبعا كلهم معهم دورة إسعاف وسلامة عامة. تمام، كل الموظفين. تمام، تمام. واكتسبنا الحمد لله ب13 سنة اللي اشتغلناهم بالشركة اكتسبنا. نعم، خبرة بتعاون مع السياح والسياحة خلال الدورات اللي أعطتنا إياها الشركة وأشرفت عليها. فالآن الكادر الموجود عندك أم قيس يعني من أفضل. احنا راح نتحدث عن الكادر ونتحدث كمان. نعم، عن نشاطاتكم عشان نقدر هسه بنفوت على النفق ونكمل بحديثنا احنا مع بعضنا ان شاء الله. انتوا هون بنرافقوا السائح. بس يصير السائح. آه، بترافقوه. نعم، بتلبسوه هاي الخوذه. نعم، حتى يكون هو راعي امور السلامه العامه. سلامه، وبتشرحوا له عن النفق زي ما احنا شايفين. نعم، من بدايته. طبعا احنا دخلنا الان النفق، فعلا اول ما تدخل فورا بتحس بالبروده بداخل النفق، وبتحس انه يعني انت داخل على شيء كتجربه جديده في حياتك. فقديش انا متمتع الان انه تركنا الشمسات برا. آه، والشوبات اللي برا. طبعاً ودخلنا. الحراره توصل 17. طبعا الحراره هسه زي ما قلت انت. آه، تقريبا 17. نعم، صارت. فعلا شيء ممتع.
يعني رغم أنه الطول 426 متر المكتشفات وإحنا تحت سطح الأرض اللي فوق حوالي 35 متر تحت، صحيح. إلا أنه نسبة أكسجين عالية جدا وبتحس أنها مفلترة. يا سيدي الهواء اللي يفوت من المدخل الغربي اللي هو المخرج، يعني بس يلامس الجدران هاي حط يدك عليها زي الثلج، زي الثلج يعني بتمتص الشوائب الظاهر هاي الجدران. نعم. فبيجي الهواء نقي جدا جدا، يعني حتى اللي ما قرب يعني بحس الواحد ضايقه اكسجين عالي جدا، عالي جدا ورائع مميز. انا بقول هذا كمان للاستشفاء. نعم يعني صحيح. اللي عنده مشاكل بالربو ولا هذا، نعم صحيح. يجي يضله قاعد بهالنفق. طبعا هاي بنشوف هيك زي شغلات محفوره صغيره، هاي كانوا يحطوا فيها سراج الفخار وحط عليها زيت الزيتون والفتيلة والعواه عشان تكون زي إضاءة داخل النفق. الآن إحنا دكتور وصلنا للقناة المائية. هاي اللي قدامنا هون القناة المائية. طلع هون على الخارطة سيدي. اللي هو النفق السفلي يسمونه الهلستي. إذا كمان نفق وفي تحتي نفق. نعم هذا النفق. نفق التحتاني اللي هو قناة المياه. شايف مكسور بالجير الحي من حوالي 2000 سنة وأكثر. وبعد الكسارة موجودة. بعدها ماسكة الكسارة. يا رجل شو هالقصة هاي؟ الله العظيم الواحد قاعد بكسر بعد سنتين بده يرد عيد كسارة ثاني مرة. وهنا من 2000 سنة طلع كيف الكسارة بعدها زي ما هي. هاي اللي كانت تجيب المي لأمقيس. نعم. من داعل. من داعل سوريا. سوريا نعم. طبعا احنا فتنا من مطرح وطلعنا من مطرح ثاني وإن بلب الآثار. هاي قدامنا مباشرة بحيرة الطبرية ولب الآثار. ضلكم معنا. يا هلا ويا مرحبا فيكم مرة ثانية. طبعا احنا ما زلنا في داخل آثار مدينة أم قيس، هاي المدينة العريقة الجميلة اللي راح نتحدث عنها أكثر بوجود السيد أيسر الردايدة مدير آثار بني كنانة. أهلا وسهلا فيك. كل الاحترام سيدي، وأهلا وسهلا فيكم بالتلفزيون الأردني في موقع أم قيس. الله يسلمك. يعني بدنا نقول جدارة قدارة أم قيس، وأيضا بالعصر العثماني كان لها عدة أسماء ثانية زي أم كيس، زي أم كيباس أو هيك أسماء سموها، لكن الاسم النهائي مدينة أم قيس، وهذا الاسم إجا من أيام الثورة العربية الكبرى، ثبت بسجلات إمارة شرق الأردن باسم أم قيس، مش هيك؟ نعم. طيب تعطينا معلومة قديش حجم المدينة؟ سيدي العزيز، حجم المدينة المستملك منها حاليا لخزينة الدولة دائرة الآثار العامة حوالي 600 دونم. نعم. طبعا تقع على هضبة مرتفعة قليلا بالنسبة لما حولها، هي ترتفع حوالي 360 متر عن سطح البحر. نعم. مشرفة على غور الأردن ووادي اليرموك. نعم. بنحكي الاسم القديم لمدينة أم قيس اللي كانت تعرف اللي هو الاسم السامي القديم اللي هو جدر. نعم. واللي بيعني الجدار أو المكان الحصين. في الفترة الهيلينستية صار بعض التغيير على الاسم، أضيفت النهاية الاسمية اللي هي الألف في نهايتها أصبحت تلفظ جدارة، وظل الاسم هذا مستخدم كجدارة وكجدر حتى فترات متأخرة، حتى أنه في الفترة الأموية في زمن الخليفة معاوية بن أبي سفيان تم العثور على نقش في الحمة الأردنية بتحدث عن أعمال ترميم حدثت في زمن الخليفة معاوية بن أبي سفيان لحمات جدر. إذن نعم. الاسم ظل مستخدم حتى بالفترات الإسلامية كجدر. أما الاسم المتعارف عليه حاليا أم قيس، إحنا بنحكي في نهايات الفترة العثمانية كانت مكان لجمع ضريبة المكوس، يعني بدنا نقول وزارة المالية العثمانية كانت تقريبا نعم. يعني إحنا بنقدر نحكي هيك شيء، ضريبة المكوس. من هنا جاء الاسم الحالي لها اللي هي المكيس، اللي هي المكان التي تجمع فيه ضريبة المكوس. طبعا مع اللهجة المحكية المحلية
للسكان في أم قيس وما حولها ولهجة أهل الحوران. نضيف الحرف الألف في البداية لأنه كانت يلفظوها مكيس، فشوي شوي بلشت مكيس يقال لها مكيس حتى تحول الاسم إلى أم قيس. شو ظل من بقايا اليونان في المنطقة؟ اليونان بعدين بنحكي عن اليونان. بقايا اليونان موجودة على هضبة الأكروبوليس. نعم. احنا عندنا المدن الرومانية أو اليونانية. نعم. مقسمة إلى المدينة العليا والمدينة السفلى. نعم. نحكي في المدينة العليا اللي هي الأكروبوليس، ما زال ظاهر اللي هي الأسوار المدينة. نعم. اللي تعود للفترة الهيلينستية اليونانية. نعم. هذه كانت محيطة في منطقة الأكروبوليس اللي هي بالعصر الثالث تقريباً. قبل الميلاد. بالضبط. نعم. طبعاً الأعمال التنقيبات الأثرية اللي تمت في منطقة أو موقع الأكروبوليس قليلة جداً بسبب وجود البيوت التراثية اللي بنسميها الحارة الفوق، اللي هي البيوتات اللي كانوا يسكنوها أهالي أم قيس في نهايات القرن التاسع عشر وحتى القرن العشرين. فهون إنه صارت الحفريات قليلة جداً، لكن اللي ظاهر واضح عنه أكثر شيء اللي هو سور المدينة. نيجي للعصر الروماني. نعم، في الفترة الرومانية توسعت المدينة. نعم. بالتأكيد طبعاً بلشت في 63 قبل الميلاد. بدأ في سكان وبدأ في جيوش السكان موجودين. وبدأ في تجار وبدأت حياة مختلفة. طبعاً السكان موجودين أكيد طبعاً. نعم. يعني اللي هم الأردنيين والقدماء. طبعاً الأردنيين والقدماء هم اللي بنوا قيس. هم يعني اللي بنوا قيس. هم نقول اليونان مش اليونان اللي بنوها. لا طبعاً. طبعاً. صمموا طبعاً. المدينة طبعاً. لكن كلها بسواعد أردنية. نعم. بنشامة أردنية. نعم صحيح. نعم الأردنيين القدامى. نعم. فهي تصميم زي ما حكيت يوناني روماني حسب المدن اليونانية والرومانية بالفترات الكلاسيكية. نعم. توسعت المدينة بالفترة. نعم. الرومانية تم تعبيد الشوارع. منشاهد شارع الديكومانوس، شارع شوارع الكاردو، منشوف المدرجات. نعم. بنشوف الساحات العامة، الحمامات الموجودة في. نعم. المدينة. نعم. المعبد، بقايا المعبد المعابد موجودين طبعاً فيه الآن. بالإضافة ما بعد ذلك الفترات البيزنطية ظهرت الكنائس. ننتقل للفترة البيزنطية. نعم. منشوفها يحولنا هنا اللي هي الكنيسة الثمانية هاي. نعم. هي عبارة عن نقل للأعمدة لأن كلها كورنثية بين منحوتة من العصر الروماني، وعملت منها الكنيسة اللي هي الثمانية هاي. نحكي هسه على العصر البيزنطي. نوضح معلومة بسيطة، في الفترة البيزنطية احنا الكنيسة اللي احنا موجودين حاليا فيها هي قامت على أنقاض معبد روماني. نعم. كان في الأصل معبد روماني، وقامت على نفس الأنقاض الشكل اللي كان يعتمد اللي هو تصميم المثمن. نعم. طبعا هذا التصميم موجود في أم قيس منتشر. في عنا هذه الكنيسة، في عنا مبنى آخر يعود للفترة الرومانية برضو بش نفس التصميم شكل. نعم. المثمن برضو ظهر في أجزاء من هذا الشكل المثمن في الحمامات الرومانية. نعم. في بعض جزئيات منها بهذا التصميم، فهو تصميم منتشر في العصر الروماني واليوناني بالضبط والبيزنطي. بالضبط، حتى كمان في. نعم. جرش بنحكي كمان برضو يعني اللي بلفت انتباهنا بالكنيسة إنها لها ثلاث أروقة أو ثلاث أبسدة. نعم. لها أكثر من مدخل يعني للكنيسة. هي اعتمدت التصميم البازيليكي اللي هي بيعتمد على الأروقة. في عندنا. نعم. ثلاث أروقة الموجودة في الكنيسة هاي اللي هو النيف اللي هو الرواق. طيب. نحكي العصر المتقدم بعد البيزنطية العصر الإسلامي. الآن بعد دخول الإسلام للمنطقة وخصوصا بعد ما فتحها هنا فتح أم قيس اللي هو شرح حبيب بن حسن صحابي الجليل. بعد حرب معركة اليرموك خالد بن الوليد ومعركة طبقة فحل. نعم. دخلت هذه المنطقة تحت سيطرة الدولة الإسلامية. ظل الاستيطان في الفترة الإسلامية مستمر فيها طبعا. نعم. كانت ذات أهمية كبيرة برضو كمان. نعم. يعني هي. نعم. باقي مدن الديكابوليس استمر فيها الاستيطان بالفترة الأموية بعد الخلافة الراشدية، بنحكي الفترة العباسية، الفترة الأيوبية والمملوكية، وبعد ذلك العثمانيين لغاية الآن. يعني الاستيطان اللي كان في أم قيس ظل مستمر بشكل متواصل من الفترة الهيلينستية، نحكي 332 قبل الميلاد لغاية الآن، لم ينقطع فيها الاستيطان. يعني معلومات رائعة استفدنا منها، معلومات وضحت لنا،
وبدنا نذكر شغلة إنه نرجع للعهد العصر القديم بأنه نجيب سيرة الفلاسفة، إنه كان الفلاسفة يجوا من أثينا وسموها هاي أثينا العرب أو أثينا الشرق اللي هي أم قيس، كانوا يجوا وخرجوا تلاميذهم. إذا بنقدر نقول وبكل قوة بأن أول جامعة فلسفة في العالم هي أم قيس. نعم، طلقوا معنا. طبعاً إحنا الآن داخل المدرج. المدرجات كانت بالفترة اليونانية والرومانية من أهم الأشياء اللي تعمل في داخل المدينة لعدة أسباب. أول إشي سبب ثقافي، إنه كان ينعم فيها المسرحيات يعرضوا فيها، كانت تستعمل للشعراء لإلقاء الشعر، للفلاسفة، وأيضاً لتجمع أهل المدينة مع بعضهم، يعني وكأنها كمركز تجاري يلتقوا ومركز اجتماعي يلتقوا في داخل المدرج. المدرج طبعاً إحنا شايفينه معمول من البازلت، وهذا البازلت بالسهل نحته لأنه بتكسر يعني بسهولة، إلا إنه بنشوف إنه دقة الفن المعماري اللي عملوا فيه من حجر البازلت استطاعوا إنه ينحتوا على شكل حتى كنبيات. طبعاً هاي المنطقة اللي تبعت الكنبيات اللي إحنا بنشوفها يدل على إنه كان يقعدوا عليها علاة القوم أو المهمين في الدولة. وايضا الباقي المدرجات اللي احنا قاعدين بنشوفها ناهيكوا على انه كان خشبه المسرح، هاي اللي احنا بنسميها الان خشبه المسرح البولوكوشيريكو، كانت مفتوحه لانه بالعهد اليوناني كان المسرح عندهم المفتوح، بعدين بالعصر الروماني تم اضافه البوابات واضافه خشبه المسرح. طبعا بدنا نذكر شغله كثير مهمه، بانه من هذا المدرج كان هناك اكبر فلاسفه العالم في العصر الروماني اليوناني والروماني. طلقوا معنا. يا هلا ويا مرحبا فيكم. طبعا لإشي بيعجبني اللي صاير إنه الفيسبوك صار له دور يعمل علاقات ما بين العالم، ما بين الناس، تتعرف على بعضها، وبالأخير بيعملوا يعني فكرة إنهم يلتقوا مع بعضهم، وخاصة للناس المهتمين في الأثارات ومهتمين في معرفة الثقافات بين الشعوب. يسعدنا أن نلتقي مع الأنسة. هنا حمدان. أهلا فيكي. ضيوفك من وين؟ صديقتي واحدة من تركيا واحدة من روسيا. تعرفين بسميهم؟ زينب من تركيا وكريستينا من روسيا. تمام. هلا انت يعني علاقاتك بالتواصل معهم الاجتماعي قدرتوا تعملوا فكره انهم يجوا يزوروك في الاردن، وانت بنفس العمليه راح تروح تزوريهم في بلدهم الثاني، فشو رايهم بزيارتهم للاردن؟ What do you guys think about your experience in Jordan? We've been here for two days and it's been amazing. It's very hot but still very nice to walk around. Mm-hmm. People are super super nice yeah. and I feel very very safe and comfortable being everywhere around, so I really like it. انت عملتي من البرنامج السياحي، ايش يجي على بالك انك تجيبي ام قيس؟ انا عملت لهم البرنامج السياحي، وام قيس وجرش عملت لهم زي رحله واحده عشان يشوفوا اثار الرومان روينز، وبما انه الاردن عندها 5 مدن رومانية من بين 10 في الشرق الأوسط، حكيت إنه ها بيكون خبرة إنه فريدة من نوعها إلهم عشان يشوفوا هدول المدينتين بالأردن. عجبتهم جرش؟ جرش رايحينها بعد أم قيس. يعني هاي أول زيارة لمدينة ديكابوليس اللي هي أم قيس يعني. صح. وشو البرنامج اللي راح تعملي معهم القادم؟ بعديها بكرة رايحين على البتراء، وبعدين راح نروح على الوادي رم وعلى العقبة وبحر الميت ومادبة، يعني رحلة كاملة. يعني كلاسيك جوردن كامل. أيوة بالضبط. برافو عليك. شو إحساسهم لحد الآن بوصولهم للأردن؟ How did you guys find your experience with the Jordanians and the culture and then also the food and everything that you experienced so far? Like how are people treating you and stuff mm-hmm. like that? Like Yes, so for the food, I love how the flavors are very, very unique. Like I told yesterday that I feel like I never tried this particular spices and flavors of food and it's really, really nice. And yeah, people are just really, really welcoming. And on the street, yeah, everyone says welcome to Jordan, which was very nice. Everyone does say welcome to Jordan, which is super nice. It's kind of similar to my culture, so I don't feel very
like a foreigner, I like the food a lot. It's very good quality and people are so nice. And they just like treat you like, you know, someone who's here to enjoy the country, and they're very welcoming. Very respectful and welcoming. Yes. طبعا اشكريهم وقولي لهم اهلا وسهلا فيهم في الاردن وديرت الله على المنسف. He says welcome to Jordan and then you guys will have to eat mansaf as a tradition here. Oh yeah. Okay. We will. Inshallah. طبعا احنا الان في داخل المبنى متحف ام قيس الاثري ومستمرين مع الاستاذ ايسر الردايده مدير اثار بني كنانه. تحكي لنا اكثر شو المقتنيات اللي وجدتوها في المكان؟ هو افضل مقتنع عندنا حاليا اللي هو المبنى المقام في نعم. المتحف اللي كان يعود للسيد فالح الروسان ومن بيوتات ام قيس في الحاراء القديمه اللي تم بناءه في النصف الثاني تقريبا في القرن التاسع عشر. بنحكي بنهايات الثمانينات تمت اعمال ترميم على هذا المبنى وتم تحويله الى متحف وافتتح في 1991 وتم عرض بعض القطع الموجوده داخل هذا المتحف من التي تم العثور عليها نعم. في موقع ام قيس الاثري من الفخوريات اللي بنشوفها نعم من الاواني الفخاريه نعم. والاواني الزجاجيه نعم. بالضبط وبعض التماثيل الحجريه نعم. الموجوده ظهرت طيب. فيهم انا يعني شفت كمان بالساحه الرئيسيه انتم كثير مركزين على بعض القطع البازلتيه مثل التاجات التيجان يعني تبعات الكورنثس وبعض القطع من التوابيت اللي كانت منحوتة أيضا من البازلت موجودة هناك. إحنا ما زلنا قدام الفخاريات اللي قاعدين نشوفها هنا. إيش برمز هذا؟ خليني أشوف هذا. هذا إحنا بنحكي عن بايب للفخار كان لتزويد المعالم أو المباني الأثرية بالمياه العذبة نعم. بالإضافة لبايب آخر من الرصاص. هذا كان يمتد على الجانب الأيسر للشارع الديكيومانوس. بالإضافة إحنا بنحكي الساحة الخارجية اللي قاعدين بنعرض فيها مكتشفات من موقع ام قيس الأثري، مكتشفات الحجرية الكبيرة مثل التوابيت اللي عليها بعض المنحوتات. بالإضافة لأهم بعض العبارات نعم بعض العبارات وعليها بعض اللي العبارات اللي راح نشوفها عند أكيد. أرابيوس نعم. هنا شفنا شغلات معدنية وزجاجية. هذه الخزانة بتضم بعض الأواني الزجاجية كاملة نعم. هي هذه أواني زجاجية بتعود لأكثر من فترة الفترات الكلاسيكية نعم. بنحكي عن الفترات الرومانية بالذات والبيزنطية زي اللي أنا بعرفه إنه زي هاي بيسموها مدمعة بالضبط هاي بقول الدمعة إنه بس واحدة بس يسافر جوزها أيوة. قديش بتكون يعني بعز عليها بتجمع دموعها فيها صحيح أو إذا ما جوزها بتجمع دموعها فيها والله باليوم هاي بجوز كل المدامع فاضية عندنا احنا هي سيدي هي سيدي العزيز بعض المكتشفات تكون داخل المدافن نعم. ويطلق عليها المدامع يعتقد إنه كان مثلا الأهل الميت اللي دموع بحطوها بالمدمعة يتركوها مع نعم. المتوفى نعم. طبعا أهم منقوشة بنشوفها هنا إنه الشاعر أو الفيلسوف أرابيوس عمل الشعر تبعه أو الفلسفة تبعته قبل ما يموت وحطه عند قبره وبعدين لما دفن جوات قبره وظلت هاي المشهورة اللي بيقول فيها أيها المار نعم من هنا من هنا كما أنت الآن كنت أنا وكما أنا الآن ستكون أنت نعم فتمتع في الحياة لأنك فاني نعم. هسه لو حكيناها بلهجة تربية شو بنقول؟ كيف بدنا نقول أنا وياك؟ أنا بقول لك كيف بتنقال
بقول هي اللي مر من هون، ترى زي ما انت هسا انا كنت قبل، وزي ما انا هسا راح تكون انت. تمتع بالحياة، انبسط، دير بالك على حالك، ترى كل من عليها فعل. قبل ما نختم، كل الشكر والتقدير والاحترام للسيد أيسر الردادة، شكرا لكم، مدير عام آثار منطقة بني كنانة، كل احترام، كل شكرا. التقدير، شكرا لكم، الله يعطيكم العافية، معنا. شكرا. يا هلا ومرحبا فيكم مرة ثانية. طبعا ما زلنا احنا في مدينة أم قيس، يعني هذه المدينة اللي قديش يعني قد ما نشوف وقد ما نتطلع كل حجر بتلاقي فيه قصة، مهد للحضارات، مهد للتاريخ، شواهد هاي الحضارات موجودة، ما زالت موجودة يعني. وأثناء تجواننا في داخل المدينة وداخل المتحف لفت انتباهنا شخص ماسك الموبايل ويعني ابدا بيشتركوا من ايده وهو بيصور وبيحكي وبودي رسائل، فقلنا له خلينا نتعرف عليك، فتعرفنا على المهندس حسان العتيبي. اهلا وسهلا بك مهندس. الله يحييك. اللي عرفناه اثناء حديثنا قبل ما نبدا بالمقابله 31 سنه مغترب عن الاردن. الله يحييك. الله يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. مقيم في دوله الامارات العربيه في دبي. اي نعم. الله يسلمك. طيب شفت في عندك اهتمام انت مش بس بالاثار، فن العماره، فن تقسيمة المدينة يعني، فتحكي لنا اكثر مهندس. انا بطبيعه شغلي كخبير تخطيط مدن بزياراتي دائما الاماكن الاثريه بحاول، او القرى الاثريه بحاول استنبط يعني الأسلوب اللي كان فيها تخطيط، الأسلوب اللي بيكون فيها نعم. توزيع المباني، أسلوب التوجيه في المباني. أنا دائما بحكي إنه الزمن السالف كان فيه حضارة جدا قوية، حاليا نحن نمتلك تكنولوجيا لكن لا نمتلك حضارة زي الحضارة اللي كانوا يمتلكوها. نعم. فإذا عرفنا إحنا إنه نفسر سر هاي الحضارات كيف بنوا كيف عملوا، أنا بتوقع مع التكنولوجيا الموجودة بتصير يعني شيء عظيم جدا. عالم اللي صاير فينا على مستوى البنية التحتية، معظم المدن تبعتنا احنا تصميم بنية تحتية غربي اللي هي الطرق المحورية، بينما انت ما بتيجي بتدرس المتقاطعة المحورية وهي فيها عقد مرورية وهي بتسبب ازمات، وما بصير عندنا ازمات بنلجأ للطرق الدائرية، بنختنق جوا بنلجأ ابدا كحل للطرق الدائرية بالضبط، وصف عندنا الحل اللي هو الدائرية. طيب احنا ليش ما صممنا يعني مدننا على اساس تناسب فلسفتنا طبيعتنا، زي ما تصممت بغداد، زي ما تصممت القيروان، زي ما تصمم الاندلس، كانوا يعتمدوا الطرق الدائرية من البداية. نعم. والطرق الدائرية ما بصير فيها عقد مرورية من ناحية الحركة المرورية والانسيابية، احنا كانه نلبس ثوب مش ثوبنا، فيما بيجوا بيخططوا لنا. اتمنى انا من الله حتى إن شاء الله الشركات العالميه يعني اللي بتعامل معها، هاي دعوه لدولتنا الحبيبه للمسؤولين في دولتنا انه في انشاء اي مكان جديد انه يرجع للمخطوطات القديمه حتى ينشئوها. وبرضه بقول انك دور بدنا اياك مهندس يضلك خلص بكفي غربي يعني. الله يحييك. كل الشكر للمهندس حسان العتيبي، كانت فرصه طيبه ان التقينا فيك. اهلا وسهلا فيك في الاردن يا ابن الأردن. الله يحييك. الله يحييك. شكرا. الله يحييك. طبعا بعد ما انهينا بجولتنا كنا بدنا نشرب لنا كوباية شاي، وإذا الرجل السموح الطيب واقف بيستقبل فينا من أهل المنطقة بعد ما تعرفنا عليه، وإذا هو مستثمر أردني داخل منطقة الآثار الحج طالب الرسال أبو محمد. الله يمسيك بالخير. يا ميت مثل النور، يا أهلا وسهلا. يعني بدي أقول لك من بداية وجهك السموح الطيب أغراني أني أفوت وقت أشرب كوباية الشاي. يا ميت أهلا وسهلا. وفعلا كوباية الشاي بنعنى لا يعلى عليها يعني. كل مليحة. الله يسلمك. بدي أسألك حج، هل يعني إلا دور الآثار أنها عملت استثمارات سياحية لأهل المنطقة، استفادوا أهل المنطقة من هاي وجود هاي المنطقة الأثرية؟ كانت رؤيتهم أنه فعلا إيجاد سياحة مستدامة ويكون المستفيد الأول المجتمع المحلي. نعم. اللي بتعرف الظروف المحيطة بالمنطقة هناك بدت يعني بدت في البداية كانت قبل الكورونا كانت في يعني تشجيع كثير للأمور هناك. نعم. بس الظروف اللي الكورونا والحروب اللي الخارجية بكورانيا وغزة. نعم. هناك بدت تضعف الإقبال على السياحة. السياحة. نعم. خاصة السياحة الوافدة. يعني نعم. إحنا قلت لك يعني العام تقريبا قبل الحرب غزة كان في يعني حركة سياحية نشطة يعني رجع هناك، لكن ردت تراجعت في خلال الحرب هناك. لكن نأمل إن شاء الله. نتأمل إن شاء الله. دائما إحنا نشوف الأردن
يعني دائما السياح عندنا تمرض لكن لا تموت. يعني دائما بنحطها بغرفة الإنعاش السياحة ما بنشوف غير اللي جايين، أطباء، أخصائيين، أصحاب الفكر من وزارة السياحة، من هيئة تنشيط السياحة، من مكاتب السياحة والسفر، من كل عاملين في قطاع السياحة. ما بيشوف غير هذا بتبرع بالدم، هذا بتبرع، هذا شاطر، هذا بيعمل صورة أشعة، هذا. وأنه مريضنا رجع وصار ما شاء الله عنه شاب وبجنن كمان إن شاء الله. الحمد لله. طيب هل فينا يعني استراتيجية قادمة للاستثمار في منطقة أم قيس؟ يعني بعد زيارة جلالة الملك أنه هنا في أم قيس 22 27 آذار 22 نعم، يعني أجوا عملت وزارة السياحة أو اللجنة اللي هناك يعني عملوا خطة لتطوير المنطقة اللي أم قيس هناك. نتأمل أنه هالمخرجات اللي طلعوا فيها أنه طبقوا فيها، لأن بتعرف الخطة ما تنفذ بيوم. أما نعم، يعني خطة واعدة إن شاء الله أنه ننفذوها واللي يصير استثمارات فيها مش مبين كلها، اما يعني في لها ملامح. نعم، لو توضح بعد فتره يعني نشوف شو ان شاء الله. يعني بنامل ان شاء الله الايام القادمه تكون اجمل وافضل ان شاء الله تكون موجود. انا كثير سعيد بوجودك ولقائك ووجهك السموح الطيب وكلامك الطيب، وان شاء الله نتمنى لكل اهل المنطقه ان شاء الله مزيد من الازدهار، ونشوف في يوم من الايام انه ام قيس فعلا تعتلي كما كانت هي بالقديم عاصمه كل مدن ديكابوليس، تعود مره اخرى لازدهارها. كل الشكر والتقدير للحاج طالب الرساله محمد، كل الاحترام، تركوا معنا. اهلا ويا مرحبا فيكم مره ثانيه. طبعا احنا ما زلنا في منطقه بني كلانه، تحديدا في منطقه عزريت. هاي المنطقه الواقعه ما بين لما بتيجي من اربد باتجاهك الى ام قيس تقريبا بالطريق بتقرا انه بلديه عزريت بترحب فيكم. خذ لك على ايدك اليمين دغري هيك كم متر لجوا وتعال على هالمكان الجميل اللي راح تشوف مكان وحيد تقريبا في العالم تلاقي زيه، وكل لهيته هذا من مخلفات الاشياء اللي بنستعملها يوميا. وسيدة الوحيدة اللي بدي أقدر أقول عنها فنانة شاملة. يسعدنا أن يكون معي السيدة منى طلال، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، حياكم الله. أهلا وسهلا. يعني إحنا انصدمنا بصراحة أول ما دخلنا، يعني حكولي أنه في محل سيدة بتعمل إعادة تدوير للأشياء. توقعنا نلاقينا كم قنينة كم علبة كم مبصر، بس إحنا دخلنا على بستان، دخلنا على إشي يعني يزيد عن الخيال في كل الأشياء اللي حضرتك صنعتها. تحكيني أكثر عن هاي الأشياء اللي عملتها؟ أول شيء شكراً لكم للتلفزيون الأردني على هذا اللقاء اللطيف. أستاذي، البازار يعتمد على إعادة التدوير. نعم، إعادة التدوير مهمة في حياة الإنسان وخصوصاً في الجيل اللي إحنا فيه للأجيال القادمة. نعم، هلأ إحنا الكل بيتجه للاستدامة، بيتجه للتخلص من النفايات. نعم، فأجت الفكرة من هون، أشياء بسيطة مهملة ممكن إحنا نرجع نعيد تدويرها، منها زينة ومنها دخل للست. نعم، وفي نفس الوقت انه احنا نعطي نوع من الابداع والكرياتيف للولد للطفل. نعم، يعني انا لما بعلمه كيف يكون عنده اعاده تدوير للشغلات راح اخلق مجال واسع بالفكر عنده لاشياء تانية. نعم، يعني انا لما قعدت هون طلعت شفت هاي التحفه، واذ هي هاي التحفه اللي بنشوفها من الذرايه، ورق الذرايه. ورق الذره تيجي تعمل منه هالعروس الحلوة الجميلة وتلونها بهاي الألوان الجميلة، طبعا مش واحد وثنتين، وواصل لأدق التفاصيل إنك تحمليها شنطة ومكياج وشعرات، عملت لها تسريحة تسريحة يعني مميزة، وهاي الطاقية الإنجليزية أو خلينا نسميها الطاقية الإسكندنافية اللي هي من مناطق هولندا ومناطق السويد ومن هاي، يعني هاي الأمور جلبت انتباهي وطبعا كثير مثل اشكالها. غير هيك احنا راح طبعا نتجول ونشوف اكثر في الـ في الـ في المتحف. طيب هذا الحكي انت قلتي اجت كفكره، بس اكيد انه من قبل الفكره انك انت شايفه لافه
وشايفة إنه مثلاً في العالم إيش قاعدين بيساووا ورحتي بهذا الاتجاه. أنا مش هكذب عليك، لما قالوا الأم مدرسة، نعم، فأنا أمي الله يرحمها كانت أساس هذا الإشي. نعم الله يرحمها. جداتنا وأمهاتنا كان عندهم إعادة التدوير بمسمى شغلة تاني، حرام نكبه. نعيد استعماله. أيوة. خلينا متضبطها للشغلة الفلانية. فكانت زرعت عندي هذا. خبي غرضك بقول لك نعم. مش هيك كانت ظل بقوله. خبي غرضك لليوم الأسود. لا مش ليوم الأسود، كانت ظل تقول يعني رحبة أمي وغيرها. كنت صار يقولوا خبي غرضك في يوم بقول لك نعم. يعني بتلاقيه. whatever يعني المهم إنه الإشي انزرع. هلا أنا لما جيت هون نما عندي هذا الحس. كان موجود. كنا ناخذ عجم الزيتون، نواة الزيتون، ونقعد نحتها بالصخر عشان نعمل منها المسبحه والعقد وانا صغيره. يعني ستنا الحديث معك جميل اول شيء، اهلا، والمكان جميل، وبدعو انه اي واحد عن جد باتجاه اللي يجي على منطقه الشمال وتحديدا على بني كنانه انه مر عندك ويتفرج على هاي التحف الفنيه، وبرضه انه يعني ياخذ منها ذكريات حتى لبيته، قد يكون في المستقبل انه مرته ترمي عينها على شغله ويصير هي كمان اوتوماتيكيا تعمل هذه الشغله. أنا يعني اللي كلمه بعد اذن حضرتك، اني انا بدعو اي ست استغلي الوقت الفراغ. نعم. طفل بكره لما يكبر، يعني ما بقول انا بقول الله يرحمها الوالده علمتني، الله يرحمها قعدنا عملنا الشغله الفلانيه، انا خلقت. ثاني إشي صار في عندك دخل مردود مادي للست، وبالتالي مكنتها بالمجتمع. أنا بدي أشكرك ست منى طلال، السيدة العظيمة، السيدة المبدعة، يعني بصراحة أشكركم. إنك يعني يطلق عليك فعلا هذا الاسم السيدة المبدعة. شكرا. كل الاحترام والتقدير لك. كل الاحترام لكم. الله يسلمك، ضلكم معنا. جلكينا يعني لبلدة الرفيد، يعني تهلا وسهلا. يا هلا ويا مرحبا فيكم مرة ثانية. طبعا احنا بنعرف عن بلدنا الحبيب بأنه يمتاز بعدة محاور سياحية، لكن المرة هاي بدنا نستوقف عن محور سياحي جديد ونوعي اللي هي السياحة الزراعية. قديش كانت أمنيتي دائما كنت أتحدث إن نقول إنه يا ريت بهالأغوار الشمالية والأغوار الجنوبية إنه نفتح المزارع للسياح، وهي يدخل الساح يتناول حبة البرتقال بيده، يعصرها، يشربها، تكون ذكرى له إشي جميل جدا. لكن في سيدات مجتمع ما شاء الله عليهم قدرن إنهن يسرع من الخيال حقيقة، فعلا حقيقة. أنا الآن موجود مع جمعية سيدات الرفيد، ويصير لي يكون معي مديرة الجمعية السيدة وداد عبيدات. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا. يعني قديش يعني أنا مبسوط. إحنا باسمي واسم عضوات الجمعية منرحب فيك ومنقول لكم يا هلا فيكو ببلدنا الرفيد. الله يسلم عمركو. يعني ما شاء الله عليكم، أول إشي مش محافظات بس على الوطاة، محافظات كمان على اللبس، على القطبة هاي اللي قاعد بشوفها قدامي، على نوعية السيدات اللي كليت يعني بتحس حالك أنت قاعد مع خواتك بهذه، خلينا نحكي التواصل الاجتماعي اللي أنتوا صانعينه من خلال هاي الجمعية. يا ريت تحكيني أكثر عن الجمعية. يعطيكم العافية. إحنا جمعيتنا اسمها جمعية سيدات الرفيد الزراعية. تمام. مش بس سيدات الرفيد، لا. نعم. إحنا جمعية زراعية، إحنا مجموعة سيدات ريفيات، طبعاً فلاحات، وأفتخر بالحكي. طبعاً إحنا بنفتخر فيكم. إحنا الجمعية هاي تأسست من احتياجات، إحنا كنا نقعد مع بعض، الستات يشكوا الأوضاع الاقتصادية مش كتير، نعم، الراتب ما بيكفي كذا، نعم. بس الرفيد إلها خصوصية إنه كل بيت عليه، نعم، حديقة منزلية ممكن إنها تكون مصدر دخل وإنها تحقق الاكتفاء الذاتي للأسرة. فصرنا نفكر إنه يعني ليش ما بتزرعي؟ يعني أنت عندك حديقة منزلية وإشي وبتحكي إنه الراتب ما بكفي، طب إزرعي بندورة، إزرعي بامية، إزرعي بازيلا، إزرعي فول، هذا كلياته رح يكون دعم لاقتصاد، بحسن مستوى الدخل، نعم، للأسرة. نعم. طبعاً اللي عرفته كمان سيد وداد إنكم أنتوا عندكم المطبخ الإنتاجي، وهاي الشغلة كمان بتميز فيها سيدات المجتمع تبعنا تبعات الرفيد، إنه الآن رجعتوا للطبخات القديمة، طبخات الشمال القديمة، والآن هاي الناس العالم الآن اللي بيعشقوا سياحة وبيعشقوا الروحات والجيات حابين يرجعوا للماضي. هل تستقبلوا عندكم وفود سياحية بتقدموا لهم هاي الوجبات؟ طبعاً
احنا هون المكان اللي احنا موجودين فيه هذا المكان اسمه استراحة جمعية سيدات الرفيد الزراعية. هذا المكان احنا بنستقبل فيه المجموعات السياحية. طبعا احنا بنشتغل على شيء اسمه السياحة الريفية والزراعية. احنا ما بنشتغل بنظام تجاري، بالعكس احنا بنشتغل بنظام بيتي. يعني انا ما احنا جمعية ما بهمني الربح، بهمني انه انا افتح فرصة عمل جميل. أو أسوق منتج سيدة بتشتغل من بيتها. نعم. الطبخات هاي اللي بيسووها تحكي لي أساميها. الأكلات اللي عندنا هون كل أكلنا يتركز على زيت الزيتون، زي ما أنت شفت لما دخلتوا على الرفيد. نعم. أشجار الزيتون مبينة، أشجار الزيتون، كل الأرض الرفيد مزروعة زيتون. نعم. فالمنتج الرئيسي عندنا الزيتون. نعم. بالإضافة للحكي هذا المنتج الثاني اللي هو القمح. نعم. فغالبية المنتجات يدخل فيها القمح والزيتون. نعم. مثلا عندك المكمورة. نعم. المكمورة كان معروف مثلا بدها قمح، بدها قمح وبدها زيت وبدها بصل. نعم. من خير بلادنا. نعم الحمد لله ما فيش منتج أي شيء ثاني، لا من روح على الماركت تنجيب. نعم. ولا نعم. من كلياته من مطبخها بتطلع اللي تطبخه. مش بيقول المثل انه الطبخة من البعوسة، اعطي الخبز لخباز. البعوسة يعني. ما شاء الله اكيد هالبنات الصبايا اللي بيشتغلن عوسن طيب. مشان هيك بده يطلع اكل طيب. طيب عشان احنا نتعرف على اكثر من المطبخ الانتاجي خلينا نقوم انا وياك ساعة ونتفرج على المطبخ بشكل عام. يلا ضلكم معنا. طبعا بعد ما جولنا في منطقة بني كنانة، بعد ما تعرفنا على أثار أم قيس والأشياء الجميلة اللي شفناها داخل المدينة الأثرية وأيضا في منطقة الرفيد، هاي المنطقة الزراعية الجميلة وسيدات المجتمع اللي بيعيشوا فيها ودورهم كسيدات مجتمع في تقديم الخدمات السياحية أيضا للزائر للمنطقة، ومنطقة عزريت كمان لما التقينا في السيدة اللي منى اللي بتعمل التدوير والأشياء الجميلة اللي شفناها. يعني بأمل أنه الجميع يجي لهذه المنطقة يشوف جمال هذه المنطقة، يشوف السياحة البيئية، السياحة الزراعية، السياحة الأثرية، بكفي هوايات الشمال الطيبات، بكفي أكل الشمال الطيب من المكامير ومن الأكلات اللي شفتوها في البرنامج. يعني فعلا بتخلي الواحد يشجع أنه يجي على هذه المنطقة. على كل على أمل اللقاء بكم بحلقة جديدة من برنامج يا هلا بالضيف. إلى اللقاء.